تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يعني من الصبح أشر حق عيسى مستمعين الكرام، أقول له أعطني الفيدر، ما أعطاني إلا لما جيت بشهق. عموما أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وأيضا برعاية دكتور نيوتريشن، مركز دكتور نيوتريشن. طبعا البرنامج مثل ما انتم تعرفون هو عبارة عن نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراد. نستقبل في هذا البرنامج اقتراحاتكم، آراءكم، ملاحظاتكم، ما أبغي أقول شكاويكم، لكن أبغي أقول النقد البناء اللي ممكن أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير خدماتنا في هيئة الصحة بدبي. اليوم معنا في الإخراج عيسى سبير، صباحك الله بالخير عيسى، وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري. خلص البرنامج. وطبعا دائما المتألقة الدكتورة ندى الملة، صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور، صبحكم الله بالخير مستمعينا الجميلين في هذا اليوم الجميل، اليوم الأربعاء. وصلنا تماسك، وصلنا نهاية الأسبوع إن شاء الله. شو هتماسك وبعدها؟ كان أسبوع طويل أنا. حكم أنتوا تعرفين ليش؟ عشان موضوع سلامة، صح؟ صحيح. إنزين، خلينا ننوه عن الوثائق اللي مطلوبة لمشروع سلامة. إنزين، طبعا مشروع سلامة انطلق في كل من مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز البرشاء الصحي. مطلوب من كل المتعاملين اللي يتوجهون لأحد هذه المراكز اصطحاب وثائقهم الرسمية. شو هي الوثائق؟ الهوية الإماراتية، البطاقة الصحية، وبطاقة التأمين الصحي لتسجيل بياناتهم وربطها بالمشروع، الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة. وهالإجراء لمرة واحدة فقط، بتلاقون توقفون شوي فترة طويلة لمن ملي كل بيانات، بس بعد هذا تكون إجراءات سريعة وميسرة. جميل جدا. أيضا يعني اللي حاب يتواصل معانا على الأرقام 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. عندنا أعتقد فقرة السوشيال ميديا، أسماء الجناحي موجودة معانا عبر الهاتف. أسماء صباحك ورد. أسمى، هلا حبيبتي، صباحك ورد، شخبارك؟ تمام الحمد لله، شخباركم؟ الحمد لله. عطينا يا أسمى. عندنا رسالتك اليوم الصباحية تكلم عن النجاح. إن أردت النجاح فعليك أن تستفيد من الفشل ولا تستسلم عند العقبات، فكل ما كانت إرادتك أقوى كان نجاحك أقرب بإذن الله. ممتاز ممتاز، حلوة الرسالة يا أسمى. إنزين، شو عندنا الترندنج في وسائل التواصل؟ ما بترندنج اليوم العيادة الذكية. اليوم العيادة الذكية صح، اليوم الأربعاء. اليوم الأربعاء. اليوم صادف اليوم العالمي لمرضى باركنسون، هو المعروف بشلل الرعاش. راح نتكلم اليوم في العيادة الذكية مدة ساعتين مع دكتور سهيل الركن، وهو رئيس قسم الأعصاب عندنا في هيئة الصحة، عن مرض شلل الرعاش وأسبابه وطرق الوقاية منه وغيره. ممتاز ممتاز يا أسماء، شكرا لك. زين ذكريهم بالحسابات يا أسماء وحسابات الهيئة. راح نكون على الفريسكوب والسناب تويتر وإنستغرام هو DHA_Z، أما على اليوتيوب واللينكدين والفيسبوك هو دبي هيلث أوثوريتي وهيئة الصحة دبي. ممتاز يا أسماء، شاكرين لك يا أسماء ونهارك سعيد. ذكرتي منو بيكون معانا في العيادة أسماء؟ قالت سيدي دكتور. سامحينا يا سضبط السماعة وصبق هوا حق اللي في الاستديو قاعد يضيف محمود. سامحيني. شكرا لك يا أسماء. ضيف محمود وأنا بقرأ الخبر، شو رأيك اليوم؟ لا لا لا
بعدي بقرا. تفضل. خبر مال اليوم: كل 8 ثواني يموت شخص عبر العالم والسبب التدخين. أرقام جديدة صادمة كشفتها دراسة طبية حديثة تفيد بوقوع حالة وفاة في العالم كل 8 ثواني بسبب التدخين، مرجحة ارتفاع هذا العدد جراء ازدياد عدد المدخنين عبر المعمورة. وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة الغاردينيان البريطانية غارديان البريطانية وتناقلتها عديد من وسائل الإعلام. شفت صلحي لمصطلحات طبية، صلحت مصطلحات إعلامية. أشكرك يا محمود. بس الحين إذا على هذه الطريق بنخلص البرنامج وانت بعد ما خلص الخبر. الحين بقرأ بسرعة. العالم احتوى على 1 مليار مدخن في عام 2015، وعلى الرغم من إجراءات حظر التدخين في كثير من الأماكن إلا من المتوقع ارتفاع هذا العدد. وأوضح الدراسة اعتقادها باحثون في جامعة واشنطن أن حالة وفاة تقع كل 8 ثواني في العالم بسبب التدخين، مشيرة أن 1 من بين 4 رجال و1 من بين 20 امرأة عرضة للموت المفاجئ بسبب التدخين. شوف الأرقام كيف صادمة يا محمود. طيب الحين يا دكتورة، يعني كل الناس يعرفون مضار التدخين. إيه وليش يدخلون ما أعرف. طيب أنا اللي أتمناه بصراحة زين، ويمكن أن يساهم في خفض معدلات التدخين بشكل كبير، أن يرفعون الضريبة 100% على التدخين، على لا مو 100% 500%. هي والله هي طريقة. أعتقد أن اي لان المشكله مو بهني، المشكله في تدخين الاطفال. اي صحيح. التينيجرز. صحيح. ان الواحد يمشي انا انصدم اشوف يا اللي يدخن يا حاط المدوخ في حلجه يا ماسك لي سيجاره. اي والله محمود شيء يصدم صدق. واللي يصدم اكثر انه ان الاهل يعرفون. الاهل وين؟ اي والله الاهل يعرفون ويشوفون ويشمون فيه. ما بني يعرفون وينهم؟ مستحيل أبوه يشوف ولده 9 سنوات 10 سنوات يدخن وهو ساكت وراضي. مستحيل. مستحيل أكيد مستحيل. فهاي الدعوة لكم يا الأهل، يعني لازم نكون أكثر حزما مع الأطفال، يعني خصوصا في مسألة التدخين. هذه مو مسألة بسيطة ترى، ها مو أكل غير صحي. إحنا في مسألة الأكل الصحي والرياضة والقعدة على الأجهزة اللوحية إحنا نشدد عليها. وين التدخين؟ شوفوا الدراسات تقول الناس 1 من ضمن 4 يموتون كل 8 ثواني بسبب التدخين. فنكون حازمين في الموضوع. طيب نأخذ هذه المكالمة. تعرف عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل يا سيدي. طيب الحال سيدكم أولاك الله يطول. تعرف عليك أبو محمد. أبو محمد الله يطول. تفضل أبو محمد. تفضل الله يطول بعمرك. أخوي عندي عن شكوى على عيادة الأسنان اللي في المزهر. المزهر زين. لما العيال كان عندهم موعد الله يطول بعمرك تاريخ 5/4 والدوار إخوانيج هنا حنك رايحين زحمة شديد. كل مهم وصلنا يعني بعد موعدها يمكن 10 دقائق. فيوم صارت هناك فرفضت تدخلها عندها، قال والله أنا حين دخلت مريضة واحدة ثانية تأخذي لك موعد. المهم كلمها، حاولت الحرمة تكلمها ما طاعت. الدكتورة رقية اسمها، وهي مرة ثانية تسوي دوم تسوي الحركة ويا العيال. مرة واحدة اشتكينا هناك في المركز ولا سووا لها أي شيء. إحنا هاي مرة ثانية عم بشتكي عندكم أنتم. الفكرة إن هي ما دخلتها العيادة. يعني تاريخ 5/4 كان موعدها وتأخرت شوية 10 دقائق، ويوم راحت عندي قالت له والله الحين دخلت مريضة الأسنان موعد واحد ثاني. ما علي أبو محمد. أبو محمد أنا اللي عارفه الأسنان هذه الدكتورة بعد وياي الدكتورة ندى. دكتورة مو بالأسنان من غير مواعيد؟ الطبيب العام من غير مواعيد، ولكن أخصائيين بمواعيد. هي كان عندها في عيادة تخصصية في الأسنان تقويم أو شيء؟ ايه تركب هالاسيام ما ادري التقويم بس ايام ابو محمد الله يهداك بس مصطلح قديم عيادة تخصصية. وين الحين كسرنا حسب ظروفه ما ركب لك ان شاء الله ابو محمد. زين ابو محمد والله يا ابوي والله صراحة ما قص عليك الحين. انا فاهم صادق صادق. زين انا تعرف شو بسوي؟ حرام احنا الحين مواطنين احنا هالبلاد. الله يطول. المهم عطيتها موعد تاريخ 10/5 فصارت هناك هاي اللي تكتب والله على كيف تيليت ولا وغير راح تصلي. قال زين اتريتها قالت والله قالوا لها روحي تحت. صارت تحت قال خلاص خلي الورقة بس من اتصل طلع مسج بسوي لك مسج. اليوم انا راجعتهم لا مسوي له، قال لا والله احنا مسوي له تاريخ 10 وتكنسل.
ليش 15/5 وتكنسل؟ ليش تكنسل؟ قال أول تاريخ 5/4 ما كنسلته، هذا اوتوماتيكي تكنسل. بالضبط، هذا نظام الهيئة. تعرف ليش أبو محمد؟ بخبرك أنا بس عقب الفاصل، خلني أطلع فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله برد عليك على الموضوع. لكن موضوع كنت أنا بأخذ رقم تليفونك الحين من الأخوان في الكنترول، بحاول على الجماعة في وصل صوتك وبيتصلون فيك وإن شاء الله. حرام يا طويل العمر، والله حرام حرام يعني. أنا أبو محمد، أبو محمد اسمعني، أنت ما تطلع إلا راضي إن شاء الله. الجماعة هناك أكيد شو اسمه وايد. أنا بتحاك مرة الدكتور رقية دوم. لا 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 صل على النبي، مشكلة ما عليه. لا تخلي حزازية بيننا وبينهم. لا ما عليك، شكرا لك إن شاء الله. جزاك الله خير أبو محمد. فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ما نتواصل إن شاء الله. صحة وسعادة. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم مرة أخرى بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا صحة وسعادة. البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كان يتكلم معنا أبو محمد، تحدث عن عيادات الأسنان، كان يبغي يشوف أحد الأخصائيين في عيادة الأسنان وصارت عنده مشكلة في مسألة أن تأخر عن الموعد. طيب دكتورة، طيب يا محمود، ردي على أبو محمد. هو منطقيا لو نتكلم فيها، لما يكون في موعد دائما من قوانين هيئة الصحة أن تكون 20 دقيقة قبل الموعد موجود في العيادة أو في المكان. هو تأخر الموعد تكنسل. لا، هذاك المعمل هذاك اليوم دخله مكانه مريض آخر، هذا شيء طبيعي. لأن شو اللي يستوي لو أنا أخرت؟ لو أنت لما توصل عيادة 10 دقائق متأخر، ليه ما تسجل؟ ليه ما تدخل الدكتور؟ بتسوي على الأقل 20 دقيقة متأخر، بالتالي أنا أخر جدول مرضى كاملين. وطبعا شو اللي استوى؟ لما ما حضرت هالموعد تكنسل الموعد اللي بعده، وهذا طبعا موجود قانون في هيئة الصحة. وأنا بقول لك يا أبو محمد، أنا قبل الفاصل ما حبيت أخذ وايد وقت، لكن يا جماعة الخير، مسألة الالتزام بالمواعيد وايد مهمة، لأن أنت قاعد تأثر على منظومة كاملة، وقاعد مو بس أنك أنت تأخرت وخلاص ولا بيدخلوني، لا، اللي يصير معاك أنك أنت تخرب على الكل، على سلسلة كاملة وراك. صحيح محمد. زين، هذا واحد. اثنين، الجماعة في عيادات الأسنان خلوا المسألة يعني على أساس أنه اللي يوصل في الأون سبوت إلا في بعض الجراحات الخاصة بالأسنان أو المواضيع اللي تحتاج شو اسمه أخصائي نشوفه. زين، أم زينة بتقول ليش في تأخير في عيادات الأسنان في العيادات الحكومية؟ علشان تخيلوا أجهز مريض، الدكتورة صلحيلي إذا أنا يعني غلطان. تفضل يا محمود. زين، غرفة الأسنان هذه مليانة فيروسات وميكروبات. صحيح. مع كل مريض عشان ينظفونها ويطهرونها ويسوونها ويحافظون على سلامتكم، هذا في وقت. وايضا الدكتور عشان يشل الضرس ولا يرده ولا هذا بعد في وقت. صحيح محمود، بس اخذ شيء من سدحه ومطلع حلجك لي نص ساعه عند الدكتور. لو يقول لك كيف حالك، تقول بطل حلجك. ما ادري ليش يستانس وانت بطل حلجك يسولف وياك. عموما عشان ينسيك الوقت، لانه ياخذ وقت 40 دقيقه 30 دقيقه عشان تنسى. طيب، نحن نتوجه دكتوره البارحه يعني شاركت هيئه الصحه في دبي في معرض الامارات للوظائف 2017 تحت شعار بكم نحقق مجتمع اكثر صحه وسعاده. هذه المشاركه في لها يعني برامج وأهداف سياسية لجذب الكوادر الوطنية للعمل في قطاعات الهيئة ومرافقها. نحن تكلمنا عن هذا الموضوع، ولكن الحين يبين مثل ما يقولون الرأس العود في الهيئة. ها، هي رأس مو بعود يعني، بس نحن نسميها، هي مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذة آمنة السويدي. صباحك الله بالخير. ما أسمعك، علي صوت شوية. صباح النور. هذا أخوي وايد زين. انزين، أبو سلطان ويانا على الخط. معنا أبو سلطان. آمنا ناخذ أبو سلطان على السريع ونرجع نكمل موضوع. تفضل أبو سلطان. صباح كلام بالخير. بالنور والسرور، اختصر لي بارك الله فيك. الله يسلمك. أنا عندي سؤال على السريع، بما أن الأستاذ آمنا وياكم على الخط. زين. الحين بما أن نتكلم عن التدخين، السؤال الدكتورة ندى. نعم. الحين ما في شغلات يقولون عنها تمنع التدخين أو حاجات تصرف لوقف التدخين والأشياء، هل هي هاي
فيها مضار فعلية على الشخص إذا استخدمها. أوكي. هي الحاجات نسمع عنها. واضح. صحيح. هذا السؤال. ثانيا هل يصرف حكوميا؟ ومشكورين وما تقصرون عشان ما نطول. وين سؤالك حق آمنة؟ آمنة مال الشاب. يعني ما تبغى تطول عشان آمنة توظف عندنا شيء؟ أبو سلطان. نعم. ما تبغى توظف عندنا؟ ما تبغى شيء؟ هذه آمنة موجودة. سوي لك مقابلة على الهواء. أنا أقول لك. أبوي. محمود. أبوي. أنا موظف لكن إذا عيالي بيتوظفون ما عندي مشكلة. سعد مبارك يا سيدي. الله يسلمك. جزاك الله خير أبو سلطان. حياك الله. حياك الله. طيب دكتورة. نجاوب الحين على ابو سلطان نخلص مع امنة وبعدين بعد الفاصل بنجاوب على ابو سلطان على موضوع التدخين ان شاء الله عيادات التدخين مالتنا. زين امنة نرجع ما شاء الله يعني مرت سنه على اطلاق تجربه دبي الصح لا مو بتجربه دبي الصحيه مرت سنه اعتقد على المبادره الخاصه مال تدريب الموظفين اللي هي نسيت اسمها ذكريني فيها برنامج طب وعلوم؟ اي طب وعلوم صحيح. سنه مرينا ولا بعد كملت سنه يعني شوي ما كملت سنه منتصف العام 2016 انزين هذا البرنامج كان سبب لاستقطاب العديد من صحيح. الكوادر الوطنيه للعمل في الهيئه انزين خبرينا عن هذا البرنامج قبل لا نتكلم عن المشاركه في معرض الوظائف يمكن احنا كان له صراحه صدى كبير في على صح. منصتنا في الهيئه برنامج طب وعلوم طبعا هو برنامج منح دراسية لخريجي الثانوية العامة من مواطني دولة الإمارات لدراسة تخصصات الطبية في مجالات الطب والطب المساند والتمريض أطلقناه في هيئة الصحة في الربع الثاني من عام 2016 يمكن ما لاقى الترويج بشكل كبير لأنه كان في وقت قصير صحيح. بس ما شاء الله كانت وايد عندنا مشاركات وخذنا 35 طالب من عام 2016 هاي السنة بعد مستهدفين عدد بعد مماثل أو أكثر منه في لدراسة بعد التخصصات المختلفة بس هاي السنة شغالين عليه بترويج مختلف من ناحية زيارات ميدانية للمدارس للترويج على البرنامج واتفاقيات مع الجامعات على أساس بعد استقطاب الطلبة المتميزين عندهم في منصتنا في هيئة الصحة ما شاء الله لقى كبير يعني كل طلبة المدارس يجون يسألون عن البرنامج عندنا عدد حوالي 50 طالب سجلوا للبرنامج على أساس يبون يدرسون شو المميزات يعني باختصار عندنا مكافآت شهرية تختلف مبالغها بحسب اختلاف التخصصات عندنا ندفع لهم المصاريف الأكاديمية للجامعات وعد عن ذلك بعد عندهم نمنحهم تدريب صيفي عندنا في الهيئة على أساس بعد يستوعبون العمل في مجال الطب والطب المساند والتمريض ممتاز وايد زين تفضل دكتور تحثين أستاذ أمنة عن مشاركة هيئة الصحة في معرض الوظائف كم عدد الطلبات اللي يدكم هل تم قبول بعضهم ولا بعدهم ما شاء الله يمكن قالوا لي البارحة عقب ما خلص اليوم تجاوزت عدد السيرة الذاتية 1500 سيرة ذاتية ما شاء الله جميل كانت عندنا غرفتين للمقابلات على المنصة نفسها كان جاري عمل مقابلات أحيانا مع وجود الإدارات المعنية وأحيانا موظفين المختصين من الموارد البشرية عملنا أكثر عن 100 مقابلة مبدئية تقريبا نصهم 50% منهم بمرشحين للمقابلة الثانية إن شاء الله على أساس أن قبل عروض العمل. طيب 1500 سيرة ذاتية ما شاء الله يعني عدد كبير صحيح ونحن عندنا كم 400 400 شاغر اللي تم الإعلان عنه في المعرض هم عبارة عن وظائف متنوعة منها الوظائف الإدارية والطبية طب المساند والتمريض يمكن احنا الشريحة الأكبر اللي تعرفونها في المعرض تستهدف في الوظائف الإدارية يعني تقريبا 90% من السيرة الذاتية هذه للوظائف الإدارية ممتاز طبعا إذا حد بيوظف بيقدم على أي وظيفة يعرف شو يميز هالوظيفة أو هالهيئة عشان أقدم عليها غير عن الهيئات الأخرى شو يميزنا إحنا كهيئة الصحة لو أنا بشتغل فيها إحنا نتكلم على بيئة عمل إيجابية وسعيدة صحيح بيئة عمل عائلية نقدر نوصفها يمكن أنا مستمرة في صفتها بصفة عائلية لأن صراحة الروح السائدة ما بين الموظفين كأنهم عائلة وحدة مش موظفين في مكان عمل عندنا مزايا محفزة للموظفين الرواتب الحمد لله رواتبنا مجزية عندنا برامج تحفيزية للموظفين عن طريق بكم نفتخر لتحت رعاية رئيس الهيئة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم
وعندنا برامج لتحفيز بيئة العمل الإيجابية والسعيدة في الهيئة من خلال برنامج سيروتونين السعادة. وبالأخص يعني الشوكولات اللي جبت لنا الدكتورة ندى اليوم يزيد عندنا سيروتونين السعادة. هاي طبعا عبارة عن ميثاق السعادة والإيجابية للموظفين، فتحتها تقريبا 50 مبادرة لتحفيز وتعزيز بيئة العمل والتواصل والشفافية للموظفين. ممتاز. طيب خبرين عن هذه المبادرات الخاصة بسيروتونين السعادة. سيروتونين السعادة. أنا صحح لك الحين مصطلح طبي. هذا مو مصطلح طبي، هذا هرمون السعادة يسمونه. زين. سيروتونين مصطلح طبي. قولي اختامنا. صحيح. احنا يمكن اخترنا الاسم اصلا لانه يعكس طبيعه عملنا في الهيئه. الهرمون هذا هو يعني كل ما ارتفع زادت نسبه السعاده في الشخص. كنتوا بتغيرون الاسم قلت لكم خلوه. ايه صحيح. صحيح. كانوا بيغيرون الاسم قلت لهم لا خلوه. وكنت على اساس بتتحفظ انا. ايه زين يلا قولي 10 مرات ورا بعض. تفضلي. احنا بنينا بميثاق السعادة والإيجابية للموظفين بناء على 5 محاور رئيسية، ومنها طبعا بتعزيز بيئة العمل الإيجابية، تعزيز الاتصال والتواصل الداخلي، الشفافية والعدل، والصحة والوقاية للموظفين بحكم ان احنا في صحة دبي بعد معنيين بصحة الموظفين. المبادرات وزعناها في الأطر الزمنية للتطبيق على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي نبضات السعادة اللي تستغرق في تنفيذها 6 شهور، والمرحلة الثانية اللي هي موجات السعادة تستغرق من 6 شهور لسنة في التطبيق، وما زاد عن السنة في التطبيق بتكون إن شاء الله وصلنا مرحلة بيئة العمل الإيجابية. شوف كلها نبضات وموجات شي تحسين عشان حسس كنا في الصحة يعني خلاص. صحيح صحيح. إنزين عندنا مكالمة. ألو صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حبيبتي. اهلين. هلا الغالي. كيف حالك؟ الحمد لله. نتعرف فيك. ام احمد وياك. ام احمد تفضلي. ام احمد باختصار تفضلي حبيبتي. تفضلي حبيبتي. انا حبيت استفسر بالنسبه للوظائف. تفضلي. تقديم الوظائف على الوظائف. انا عندي بنات انتهت خريجات من الجامعه الامريكيه الامارات، لكنهن يقدمنهن يجون يقدمون، لكن لحد الآن ما حصلن وظيفة. قدموا في الهيئة عندنا أم أحمد؟ لا هم يوم يسوي معرض الوظائف يقدمون. إذا خي يقدمون عندنا في الهيئة نبغى نشوف شو بيسوون. هذه أمنة موجودة بنوصيها عليهم بشكل شامل يعني. زي الحين بتخبرك أم أحمد عن 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 طريقة التقديم على الهيئة، شو رأيك؟ أونلاين وهي جالسة في البيت تقدر تسوي. زين عادي مو مشكلة. زين يلا جزاك الله خير. بس هو بالفعل يعني أم أحمد طرحت مسألة وايد مهمة، أن مصداقية تواجد مثل الدوائر والمؤسسات الحكومية في مثل هذه المعارض. صحيح. أنتوا في هيئة الصحة يعني الفرق ما بين السنة الماضية وهذه السنة أستاذة آمنة، وأيضا المصداقية اللي تسعون فيها لتعيين الطلبات هذه مات المواطنين. وبعدين قولي لها كيف ممكن تقدم يقدمون بناتها وعيالها عندنا في الهيئة. إذا بنتكلم إحنا يعني عندنا تخصصية شوية في الوظائف أخي محمود في هيئة الصحة، لأن تقريبا يعني الوظائف المطروحة للوظائف الإدارية اللي هم أتوقع بنات أم أحمد يعني منهم اللي هم خريجات جدد، هاي 10% تمثل من شواغرنا عموما. باقي الشواغر مالي نستهدف فيها الوظائف الطبية والطب المساند والتمريض، واللي عرفته حتى من الانترفيوز اللي سويناها المقابلات الشخصية على المنصة كانت أغلبها في التغذية في المختبرات في يعني الوظائف اللي أصلا إحنا نسعى لزيادة العدد المواطنين فيها. بالنسبة للوظائف الإدارية في بعضها تكون مطروحة للخريجين الجدد اللي هي بدون خبرة، وبعضها نحتاج فيها بعض الخبرات الوظيفية منها تقنية المعلومات وعلاقات المتعاملين. أنا بس حبيت أنبه الشيء بس أخوي محمود، تذكر السناب اللي علقنا عليه من كم من يوم في كيفية الاستعداد للمقابلات الشخصية من ناحية التواصل. أنا بتكلم من ناحية HR. إحنا من ناحية الموارد البشرية صراحة حريصين أن الشخص بروحه، إذا أنت يعني تشوفه هو بروحه مبادر يبقى يقدم للوظيفة يقدم بروحه. اللي شفته على المنصة صراحة بشكل يعني ملفت للنظر أولياء الأمور اللي يوني يقدمون، أو مثلا أنا بقدم حق أختي أنا بقدم حق، فما تشوف حرص الشخص نفسه على الوظيفة. يعني إذا أنت حريص أتي بروحك، لأن أصلا الشكل بروحه يعني يلفت الانتباه، يعطي الانطباع الجيد. صحيح.
أنا أتذكر أول معرض وظائف دخلت سعر حاسر. لا لا متعصب ولا غتر عقار ولا شيء، سرت أنا ما حد سوالي سالفة. صحيح صح، المظهر العام أكيد 100% يعني بالضبط. يعطي الانطباع أنك أنت عندك إحساس بالمسؤولية بعد. صحيح. إحنا يعني بنستثمر في الشخص هذا والمواطنين اللي هم يعني استثمار أكبر من ناحية القطاع. والله أنا دائما أقول لا تحكمون على المظاهر، احكموا على الجوهر. ما المظهر بعدين الجوهر محمود، كله لازم يكمل بعضه. لازم يعني انت مدش اي هيئة اول شيء تشوف الموظف شكله الخارجي، ما تحكم على جوهره. انزين خبري ام احمد كيف تقدم؟ احنا عندنا الموقع الالكتروني، ممكن يدخلون على الموقع الالكتروني ويقدمون عن طريق الرابط الخاص بالتوظيف، يوصل عندنا احنا دايركت حق مسؤولين التوظيف. وممكن بعد على يعني ممكن يوصلون مبنى الإدارة العامة إدارة الموارد البشرية ويقدمون تقديم مباشر. طيب موقعنا www.dha يعني دبي هيلث اثوريتي .gov من government.ae. شكرا لك يا آمنة، نحن نتمنى لكم التوفيق. أستاذ آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة في دبي، وإن شاء الله القهوة عيبت لذيذة صراحة، لذيذة أحلى شيء الشوكليت. شكرا لك أستاذ آمنة. فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نتكلم عن السياحة العلاجية، فابقوا معنا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع منو؟ بالتعاون مع اذاعتنا المميزه اذاعه نور دبي ومركز دكتور نيوتريشن. اتقهوينا ورجعنا لكم. طيب نحن اليوم نتكلم عن مشاريع وانجازات تجربه دبي الصحيه، وهذا بحكم انه يعني نقدر نقول لهم هابي بيرثدي، يعني توني بقول هابي بيرثدي مرور سنة على انطلاقة تجربة دبي الصحية. شو هي تجربة دبي الصحية؟ هذه التجربة بنتعرف عليها مع الدكتورة ليلى المرزوقي مدير مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صبحت الله بالخير دكتورة. ما أدري شربت القهوة ولا؟ أنا أشرب. إيه زين زين. جزاكم الله خير على الضيافة. زين دكتورة، بس أطلب إنك تجربين المايك شوية. زين وخلينا نتكلم يعني بمناسبة مرور عام على إطلاق تجربة دبي الصحية، خلي أعطينا نبدأ عن هذا المشروع وأيضا أهم الإنجازات اللي تحققت خلال هذه السنة. جزاكم الله خير على الاستضافة، وطبعا وأشكركم شكر خاص لأن أنتم دائما ما شاء الله داعمين في برنامج السياحة العلاجية وما تقصرون معنا، والحمد لله يعني نحن في مثل اليوم مثل أمس في شهر إبريل 2016 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه العلامة التجارية لإمارة دبي للسياحة العلاجية اللي هي DXH Dubai Health Experience أو تجربة دبي الصحية. فالحمد لله خلال الفترة هذه السنة، وسبحان الله يعني السنة مرت بسرعة، حققنا الحمد لله أشياء كثيرة في خلال السنة هذه. بطبعا بالدعم من معالي حميد القطامي إزاه الله خير على كل الدعم اللي أعطانا إياه، والحمد لله دبي اليوم داخلة على مرحلة الثانية مثل ما نقول للسياحة العلاجية. يعني المرحلة الأولى أخوي محمود واختي ندى كانت أن نحن نعرف الناس شو هي العلامة التجارية هذه DXH، شو هو مشروع السياحة العلاجية. مو بس نعرف الناس اللي عايشين معنا في الدولة، لكن لا العالم، نعرف العالم إمارة دبي ومشروعها السياحة العلاجية. والحمد لله حققنا الكثير خلال الفترة السابقة، وإن شاء الله الفترات الجاية تكون النتائج أكثر وأكثر. على طاري العالمية، أنت دكتورة رئيس مجلس المجلس العالمي للسياحة العلاجية، والحمد لله يعني هذا الشيء يعني حققناه في مدة صغيرة، ووصلنا الحمد لله باسم إمارة دبي للعالمية، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وكذلك الدعم اللي حصلناه من القيادة العليا. الحمد لله. ممتاز. زين دكتورة لين نخبر المستمعين عن التطبيق الموجود، عن تجربة تطبيق
تجربة دبي الصحي والخدمات اللي وفرها التطبيق. قبل أرد على سؤالك ندى، حبيت أني أقول نحن يوم أطلقنا العلامة التجارية DXH تجربة دبي الصحية دبي هيلث إكسبيرينس، هذه DXH هذا الكلمة هذه أطلقناها على كل نشاطات اللي عندنا، وأطلقناها على الشبكة الإلكترونية كذلك اللي عندنا DXH.AE، وكذلك أطلقنا الاسم هذا على التطبيق الذكي كذلك. وأنا يعني أي من المستمعين اللي هم يعني ما سمعوا بالعلامة التجارية هذه وما سمعوا بالشبكة الإلكترونية والتطبيق الذكي DXH أو DXH.AE للشبكة الإلكترونية، أنا أقول لهم يعني أنه يسوون له ينزلون على موبايلاتهم وعلى التطبيقات الذكية اللي عندهم على أجهزة التطبيقات الذكية وكذلك على شبكة الإلكترونية عشان يدخلون ويتعرفون على الخدمات الفريدة أنا أقول تتميز فيها إمارة دبي في مجال السياحة العلاجية. أرد لسؤالك بالنسبة للتطبيق الذكي والشبكة الإلكترونية، أنا ممكن ألخص كل الخدمات والمعلومات اللي نقدمها في الشبكة الإلكترونية DXH.AE بكلمة واحدة، بأن نقول أن هذه الشبكة الإلكترونية النافذة الواحدة الأولى في العالم. يعني أنا لليوم أقول أنها هي الأولى في العالم، لأن شركات الدول الثانية عندها الشبكة الإلكترونية هذه بس مو بهاي الطريقة، مو صحيح. بنفس الخدمات اللي موجودة على الشبكة الإلكترونية وعلى التطبيق الذكي. طيب ليش تضحكين دكتورة؟ ما شاء الله انتم هم اللي يشوفونا على الانستغرام لايف يعرفون ليش الدكتورة تضحك. دكتورة، يعني المشاريع والإنجازات كبيرة الخاصة بتجربة دبي الصحية في عام 2016، يعني منذ انطلاقة هذا المشروع، لكن هنالك أهداف مستقبلية وفي KPI أنتوا حاطينه لين 2020 ولا 2021؟ 2020 لين 2020 أعتقد حققت جزء كبير منها. هي نعم. سؤال جميل أخوي محمود، بمناسبة المرور سنة على إطلاق العلامة التجارية لازم الناس يتورد لذنهم السؤال هذا، أنت شو حققته في خلال السنة اللي طافت؟ نحن الحمد لله أهم شيء أني أقول أن نحن في السنة اللي طافت إمارة دبي حصلت على جوائز وجوائز عالمية في مجال السياحة العلاجية. يعني نحن حصلنا جائزة الإبداع في السياحة العلاجية في يونان، وكذلك حصلنا جائزة إحدى أفضل وجهات العالمية للسياحة العلاجية حصلناها في أسبانيا الحمد لله. وبس بخبركم أن نحن مترشحين كذلك، حاطين في القائمة أن يختارونا بين 3 وجهات، إن شاء الله النتيجة بتطلع آخر شهر 4 إن شاء الله. جائزة أفضل وجهة عالمية للمرة الثانية للسياحة العلاجية، فإن شاء الله دعواتكم عشان نترشح للجائزة هذه. ترشحنا في 3 دول منافسة، فإن شاء الله آخر الشهر في كرواتيا. أخذناها قبل؟ هي نعم أخذناها قبل وترشحنا لها المرة الثانية بعد. شو الدول المنافسة لنا هالسنة؟ عندنا والله ما أعرف الأسماء لأنهم ما يعلنوا الأسماء للجهات الثانية، بس هم في 3 دول، فإن شاء الله نهاية الشهر بحول الله إن شاء الله إذا فزنا فيها بنعطيكم الأخبار الطيبة. أهم شيء إن نحن بعد إن شاء الله قريبا بنعلن عن أرقام عدد السياح اللي جاءوا إمارة دبي بقصد العلاج. طبعا الأرقام شوية بعد يبالها تعديلات، لكن نبشركم أن الأرقام زادت وأن عدد السياح اللي جاءوا لإمارة دبي في تزايد. زين بالعافية، عطوا الضيفة كاكاو. ما قصروا ما رضت. تحية لضيفتكم الكريمة ولإنجازاتكم الصحية في السياحة العلاجية. زين إن شاء الله في أحيانا داخلي لي هذيل الدكتور عفوا المدريديين زين وايد داخلين علي، حد يقول تعرف ديبالا وحد ما ادري هذا مو برنامج كفاح الكعبي بعدين. انا برشلونيه ترى. ايه ها شفتوا الدكتوره برشلونيه بعد، وان شاء الله اليوم بعد يعني بايرن ميونخ يفوزون. امس خسرنا بس ما عليه. يلا مو مشكله. طيب دكتوره، على طاري برشلونه، على طاري برشلونه في بعض الدول تتميز. ليش تضحكين دكتوره؟ لأن الربط بين برشلونة وسؤال دكتورة ليلى. عموما في بعض الدول
معروفة بتخصصات معينة، مثلا برشلونة هناك الواحد ممكن يروح حق العيون مثلا، في ألمانيا ممكن يروح حق العظام، زين في دول متخصصة بهذا الشكل. أتمنى ما ضحكتي بعد. لا زين، دبي بشو تتميز إذا نحن نتكلم عن السياحة العلاجية؟ هي نعم، مثل ما تفضلت كل وجهة لها تخصص معين، يعني ما في دولة تقول لك أنا عندي كل التخصصات وأنا ونحن ممتازين في كل التخصصات. في إمارة دبي نحن تركزنا على 7 تخصصات كمرحلة أولى، وإن شاء الله في المراحل الثانية راح نبدأ نركز على التخصصات الثانية. التخصصات اللي ركزنا فيها في المرحلة الأولى هي تخصص الجراحات التجميلية وجراحات السمنة، وكذلك الإخصاب وجراحات العظام وجراحات العيون والأسنان والجلدية. صاروا 7؟ صار 7 عندهم معك. ونحن الإحصائيات عندنا تبين أكثر 3 أو 4 تخصصات الناس يونهم، هذه هم الإخصاب والعظام، وعندكم الويلنس اللي الصحة العامة عشان التشيكبس والأشياء هذه، وبعدين الإخصاب الإخصاب والعظام والويلنس والأسنان. يعني جراحة تجميلية جراحة تجميلية رقم 4 هي ممتاز. نعم، وخاصة عمليات الخاصة بإنقاص الوزن. ممتاز. دكتور، اللي أنت ذكرتي عن أفضل وجهة سياحية، أفضل وجهة للسياحة العلاجية، الجائزة هي اللي نعم ذكرتيها احنا فزنا فيها السنة فاتت، شو تكون مقومات أو شو الشروط مفروض توفرها في الوجهة عشان تفوز أو تترشح لها الجائزة العالمية؟ أيوة، في معايير معينة، هذه طبعا في منظمة عالمية هي اللي ترشح الوجهات، ونحن كانت عندنا ماليزيا الجهة الثانية المنافسة كانت لنا. فعندنا نحن أولا يركزون على جودة الخدمات اللي مقدمة في الإمارة، كذلك يركزون على تنوع التخصص الموجودة في الدولة اللي ترشح للجائزة هذه، كذلك هم يمرون بتجربة السائح يومي مثلا الدولة هذه كيف تكون تجربتها، هل إن تجربتها تكون سهلة، هل إن في معوقات تمنع إن يرجع مرة ثانية للدولة هذه. فهي كلها من المعايير اللي يركزون عليها في ترشيح أي دولة لهذه الجائزة. ممتاز. شو هي مشاريعكم المستقبلية دكتورة ليلى؟ طبعا احنا اطلقنا العلامة التجارية، واطلقنا مع العلامة التجارية هذه الشبكة الإلكترونية dxh.ae. فنحن الحمد ان شاء الله الحين في المرحلة هذه بنضيف للشبكة الإلكترونية اللايف شات اللي هو التواصل المباشر مع السائح الطبي. يعني السائح يومي يدخل على الشبكة الإلكترونية محتاج حد يتكلم معه، هو صح الشبكة فيها مكان إذا تحتاج تسأل أسئلة أو تحتاج تسوي موعد، لكن إذا أنت مثلا تبي عندك أي سؤال ثاني وتبى يعني إجابة فورية فبيكون في التواصل المباشر اللي هو اللايف شات. وإن شاء الله نحن بعد بنترجم الشبكة الإلكترونية هذه للغات ثانية إن شاء الله. طيب دكتورة، من الأشياء اللي تقدمها إمارة دبي وما في دولة في العالم تقدم هذا الموضوع على حد علمي أنا أعتقد، يعني ما أدري إذا صح حيلي إذا أنا غلطان، هو الضمان العلاج إذا كانت في مشكلة في العلاج اللي يتلقاه في دبي. شو سميته المبادرة هذا؟ التأمين الصحي للسائح العلاجي. يعني إذا في أي مشكلة صادفته في العلاج دبي تنضمن له أن تجيبه وتعالجه مجانا وتسكنه وتذاكره وكل شيء. هي نعم، أنا قبل أرد على سؤال بقول لك سالفة. إحنا كنا في معرض الإنجازات ويونا ناس على المنصة وقالوا إن نحن والله نروح الدولة ألف، العلاج في الدولة هذه أرخص وعشان شي نحن نروح الدولة هذه. فقلت لهم أنا بسألكم سؤال، قلت له إذا في الدولة هذه إذا صار في خطأ أو لا قدر أو تعقيدات شو بتسوي، وين بتروح، هل أنت تعرف حقوقك وواجباتك، هل في ضمان صحي ياخذ حقك، هل في جهة حكومية تاخذ حقك؟ قال لي لا،
قلت لنزين عيال في إمارة دبي نحن عندنا هيئة الصحة اللي هي تمثل حكومة دبي، إذا لا قدر الله صار خطأ ولا صار صارت تعقيدات هي الجهة الحكومية الموثقة اللي بتاخذ حقك. مو بس الشيء هذا، كذلك عندنا تأمين الصحي مثل ما تفضلت أخوي محمود، والتأمين يعني جيمتك كم مو بوايد يعني 160 درهم. وهذا التأمين طبعا مثل ما تفضلت أخوي محمود هذا بالطريقة اللي نحن مقدمه للسائح العلاجي ما موجودة في أي دولة ثانية في العالم. طبعا تأمين للسائح العلاجي موجود، لكن بالطريقة الشمولية التأمين هذا مو موجود في أي مكان ثاني، بأن إذا لا قدر الله صار خطأ طبي أو تعقيدات غير متعارف عليها إن التأمين الصحي هذا يضمن للمريض إنه يرجع لإمارة دبي ويتكفل بالطيران وبالإقامة بتكاليف العلاج. جميل، يقولون حياة الله دكتورة معلومات وايد مفيدة. دكتورة تأكيد على موضوع التأمين الصحي، يعني اليوم أنا بس أبغى أذكر بالخبر، إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع أن إحالة 6 عيادات للنيابة للتلاعب في التأمين الصحي، وصحة دبي عاقبت منشآت وشركات بغرامات وصلت إلى 80,000 درهم، هذا مع بداية تطبيق القانون قانون التأمين الصحي أو التمويل الصحي. يعني الفكرة أن هنالك قوانين، هنالك تشريعات، هنالك تنظيم للعملية العلاجية. وايد نسمع مشاكل في بعض العمليات، خاصة عمليات التجميل اللي يسوونها برا، ولا يا الخشن شوية حايس يا ما أدري حاطين مادة صينية تعمل في هذا. ففي دبي نحن عندنا ريجوليشن قوي الحمد لله، زين، وهذا يساهم بشكل أو بآخر في تعزيز السياحة العلاجية. نعم صحيح. نعم طيب، نحن وصلنا إلى ختام الحلقة، بخلي هذه الدقيقتين دكتورة عندك أنت، شو اللي تبين تقولي لنا إياه؟ وهابي بيرثدي مرة ثانية. إن شاء الله العمر كله محمود. طبعا نحن بعد هيئة الصحة في 2016 بدينا المعارض الجوالة في الدول، بدينا بالدول الأفريقية وذلك بقصد أن نجلب أكبر عدد من السائحين إلى إمارة دبي، ولتعريف الأسواق المستهدفة اللي عندنا بالعلامة التجارية وبالخدمات الموجودة في إمارة دبي. طبعا نحن رحنا نيجيريا وغانا، وإن شاء الله الخطط المستقبلية، وبنصير آخر الشهر إن شاء الله بنروح الصين، لأن الصينيين يحبون إمارة دبي ويحبون العلاج في الإمارة، فنحن نروح نعرفهم بالخدمات اللي موجودة ونسهل إنهم كيف إنهم يحصلون على المعلومات المطلوبة لأنهم يجون إلى الإمارة بقصد العلاج. والخطوات والدول الثانية إن شاء الله موجودة في الجدول. هذه من المشاريع الجديدة اللي بديناها في 2016. ودائما أنا أقول حياها الله اللي يبي إمارة دبي للعلاج، ونحن على قولت الإنجليز we take care of you، يعني نحن نهتم فيك ونوقف على متطلباتك واحتياجاتك. على طار الإنجليز، أنا أعرف أن هنالك عدد كبير من سائحين الإنجليز اللي يون يتعالجون عندنا في دبي. هي نعم، قد الواحد يستغرب يوم أنا أقول الكلام هذا إن في سياح يون من بريطانيا ومن الولايات المتحدة. أمس وحدة من أحد من CEO من أحد المستشفيات تقول لي إن في أمريكية زوجة VIP جاية تتعالج عندي في إمارة دبي. سبحان الله، هاي الأخبار لازم نحن نعلن عنها عشان الناس يعرفون بجودة الخدمات اللي موجودة عندنا. صحيح. أكيد أكيد. شاكرين لك دكتورة ليلى تواجدك معانا اليوم في الاستوديو، ومعلوماتك القيمة عن تجربة دبي الصحية. كانت معانا دكتورة ليلى مرزوقي مدير مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة في دبي. وإحنا وصلنا لختام برنامجنا. قبل الختام دكتورة، أنا أشوفك أنت تطالعين أوراقي وتأشرين على الشاشة، كيف؟ إذن أشر لك أنت محمود. بعد ما نختم. طيب، عموما مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا، اللي على الانستغرام نجاوب على بعض الأسئلة اللي انتم سألتوها ان شاء الله. ان شاء الله. وشو نقول؟ نراكم ان شاء الله غدا في برنامجكم برنامج صحة وسعادة، الذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة نور دبي وبرعاية من مركز دكتور نيوتريشن. حتى نلقاكم غدا، دمتم قبل دمتم بصحة وسعادة. شكرا لك ميثا بن بيات، شكرا لك عيسى سبيل، شكرا لك دكتورة ندى، شكرا لك محمود، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.